النهارده كمان من العمق الافريقي الدولة المصريه مهتمه بيه جدا جدا، وزاره التخطيط والتنميه الاقتصاديه والمعهد القومي للاداره اعلنوا اطلاق برنامج القياده التنفيذيه للمراه الافريقيه. ده مهم، احنا امبارح كنا بنتكلم ان الشباب الافريقي في المبادره الرئاسيه لتاهيل الشباب الافريقي للرياده او للرئاسه كانوا موجودين في مصر وكانوا بيتفسحوا في اسكندرية. ده عمق من العمق المصري اللي لازم يكون ليه دور في أفريقيا. لو كنا بنتكلم ان احنا في فترات سابقة دورنا تراجع، فدي خطوات مهمة، مش بس لقاءات على مستوى الرئاسة وعلى مستوى الوزراء وتكامل اقتصادي ووحدة أفريقية واحنا على رأس يعني الدول الأفريقية في الاتحاد الأفريقي هذا العام، وحنسلم في نهاية شهر يناير الرئاسة الأفريقية لدولة أخرى، لكن لازم يكون عندنا استمرار للتعاون. برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط، واللي هيستمر على مدار 12 يوم بمشاركة 100 سيدة من 45 دولة أفريقية. يعني احنا نتكلم تقريبا أكتر من 90% من الدول الأفريقية موجود ممثلين ليها في مصر في هذا البرنامج. خليني أقول لكم أن البرنامج ده بتقدمه مصر لأشقائها خلال رئاستها طبعا للاتحاد الأفريقي، ويمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. نشوف تفاصيل التقرير ونرجع لحضراتكم مرة تانية. القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برنامج تم انطلاقه اليوم برعاية مجلس الوزراء ووزارة التخطيط، واللي بيأتي ضمن الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة وجزء من مبادرة الرئيس لتمكين المرأة في الدول الأفريقية. الهدف منه تمكين المرأة الأفريقية. احنا عازمين 95 سيدة من 40 دولة على مدار 12 يوم، 9 أيام تدريب وثلاث أيام زيارات ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس. تمكين المرأة وحماية المرأة، كل هذه الموضوعات بتعد من المؤشرات الهامة جدا اللي بتستخدم كمؤشرات دولية لقياس مدى تقدم الأمم. عدد النساء في القارة الأفريقية يكاد يكون أكثر من نصف العدد، وبالتالي لما يكون عندك طاقة معطلة نصف المجتمع تأكدي أن الإنتاجية والربحية والتطور والتقدم في هذا المجتمع بيقل. البرنامج مستمر على مدار 12 يوم بمشاركة حوالي 100 سيدة من 45 دولة أفريقية، هيتم من خلاله تبادل الخبرات وتعزيز قدرات الإدارة العامة والقيادة التنفيذية. احنا كنا بدأنا برنامج القيادات النسائية هنا في مصر بالتطبيق على 90 سيدة في القاهرة، وتوالت الأمور ان احنا نعده للقارة الأفريقية. البرنامج بيهدف في الأساس الى إعداد المرأة في وضع التنافسية. ندوة هذه فرصة لتجميع قدرات المرأة الأفريقية نحو تمكينها من الفرص اللي تمكن الدول المشاركة أنها تستفيد وتحسن توظيف المهارات والقدرات للنساء. البرنامج بيوفر منظور أفريقي للتحديات اللي بتواجهها القيادات النسائية الأفريقية، وبيستهدف بشكل أساسي رفع تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، باعتباره هدف رئيسي في استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.